هذا وتلعب جمهورية مصر العربية الشقيقة دورا محوريا وسياسيا هاما في المنطقة العربية والعالم ككل. نعم سياسة مصر الخارجية نجحت في ترسيخ ثقافة الانفتاح على دول العالم لتعزيز اوجه التعاون الاستراتيجي وخلق أرضية صلبة من الشراكة الفاعلة بين البلدين الشقيقين. رؤية دبلوماسية متزنة استطاعت من خلالها جمهوريه مصر العربيه الشقيقه بقياده رئيسها عبد الفتاح السيسي من تحقيق نجاح ملموس على صعيد سياستها الخارجيه في مختلف دوائرها العربيه والاسلاميه والافريقيه والدوليه وانعكس ايجابا لصالح شعبها والمنطقه والعالم الامر الذي حقق العديد من اهداف ومصالح مصر الاستراتيجيه ونتج عنه دعم واسع من قبل المجتمع الدولي لجهود القاهره في ترسيخ الاستقرار والتنميه والتقدم. ولان امن الخليج جزء لا يتجزا من امن مصر القومي، حرصت مصر على دعم امن واستقرار الخليج العربي، وتعزيز التعاون الاستراتيجي البناء بين الدول الخليجيه، وزياده روابط خصوصيه وتميز العلاقات المصرية الخليجية، أما البعد العربي في سياسة مصر الخارجية، ارتكزت محاورها في ضرورة الحفاظ على وحدة وتمسك الدول العربية، باعتبار أن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري. وفي القارة الإفريقية التي ترتبط دولها ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري، فقد شهدت تناميًا مشهودًا في العلاقات المصرية الإفريقية. واهتمامًا كبيرًا بدعم جهود الاندماج الاقتصادي بين دول القارة. هذا وشهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية وحرصًا على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات والقطاعات، كما نجحت مصر في الوقت ذاته من تحقيق تقارب سياسي وفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية. ونظرًا لهذا الانفتاح والتعاون، الذي يجمع مصر بدول العالم، جنت ارض الكنانه ثمار سياستها الخارجيه بحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الامن، وتراس لجنه مكافحه الارهاب بالمجلس، وتراس القمه العربيه، والجمع بين عضويه مجلس السلم والامن الافريقي، ورئاسه لجنه رؤساء الدول والحكومات الافريقيه المعنيه بتغير المناخ. هذه المنجزات الدبلوماسيه المصريه تؤكد على ما تحمله القاهرة من ثقل ومكانة دولية رفيعة المستوى في رسم خريطة السياسة الاقليمية والعالمية